بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. هذا في الحجر، والحجر معناه منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله لسبب من الأسباب. ومنه سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق. الحجر لغة المنع. الإنسان يحجر عليه بأن يمنع من التصرف في ماله، إما لحظ نفسه وهو ما يسمى بالحجر لحظ النفس، وإما لحظ غيره وهو الحجر على الإنسان من أجل حظ الغرماء أو غيرهم. حجر على الإنسان لحظ نفسه كالحجر على الصغير والمجنون ومن لا يحسن التصرف من السفهاء حتى ولو كان كبيرا، إذا كان لا يحسن التصرف في ماله ويبذره ويضيعه فإنه يحجر عليه. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم قولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، يعني ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أضافها إلى المخاطبين مع أنها أموال للمحجور عليهم، لأن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على مال نفسه ويجب عليه أن يحافظ على مال غيره من القصار، فأضافها إلى المخاطبين من باب الحث على حفظ أموال من لا يحسنون التصرف فيها. هذا الحجر على الإنسان من أجل الصغر أو من أجل السفه. من أجل الصغر كاليتيم مثلا، أو من أجل السفه ولو كان كبيرا كالذي لا يحسن التصرف في ماله. القسم الثاني: حجر على الإنسان لحظ غيره، كما يحجر على المريض مرض المخوف، أو على من تحقق موته فإنه يمنع من التصرف في ماله من أجل حظ الورثة، ولم يبح له إلا الوصية بالثلث فما دون. الإنسان إذا مرض مرضا مخوفا أو أصيب إصابة خطرة يغلب على الظن أنه يموت يمنع من التصرف في ماله، لأن هذا حظ للورثة، إلا أنه يرخص له بالوصية الثلث فما دون.
وكذلك يحجر على المرتد إذا ارتد إنسان عن الإسلام وكان عنده أموال، إنه يحجر عليه حتى يرى إما أن يتوب فيمكن من أمواله، وإما أن يصر على وينتقل ماله إلى بيت مال المسلمين. الحجر على المرتد من أجل بيت مال المسلمين، من أجل حق المسلمين. وكذلك ما نحن فيه، وهو أن يحجر على الإنسان من أجل الغرماء، يعني أصحاب الديون، إذا كان عليه ديون حالة والمال الذي عنده يقل عن الديون، فإنه إذا طالب الورثة إذا طالب الغرماء بالحجر عليه فإن الحاكم يحجر عليه. أما إذا لم يطالبوا إن الحاكم لا يتدخل إلا إذا طالب غرماؤه وثبت أن ما عنده من الأموال لا يفي بما عنده من الديون، الديون أكثر، إن الحاكم يمنعه من أجل حظ الغرماء، كما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل من أجل ديون كانت عليه للناس. هذا هو الحجر على الإنسان من أجل حق الغرماء والدائنين، لأنه لو مكن من تصرف في ماله أضر بأصحاب الديون. نعم. وإن كان ماله لا يأتي بدينه كله فسأل غرماءه الحجر عليه لزمه إجابتهم. لزمه يعني لزم الحاكم إجابتهم فيحجر على المدين ويمنعه من التصرف في ماله لئلا يضر بالغرماء. أما إذا كان المال الذي عنده قدر الديون التي عليه أو أكثر فإنه لا يحجر عليه الحاكم. إذا كان ما عنده من المال قدر ما عليه من الديون أو أكثر منها فإن الحاكم لا يحجر عليه، ولكن يلزمه بوفاء ديونه إذا كانت حالة، يلزمه بمطالبة الغرماء كما سبق، فإن امتنع صار مماطلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، والواجد هو الغني. نعم. لما رأى كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع المال الله خلاه. حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل لأن الديون التي عليه أكثر من ما عنده من المال، ولما طلب الغرماء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه حجر عليه وباع أمواله وسدد للغرماء. هذا هو الدليل من السنة، وأجمع العلماء على هذا، على أن المدين إذا توفرت الشروط يحجر عليه. نعم. ولأن فيه دفعا للضرر أو الغرماء فلزم ذلك لقضائهم. نعم. مسألة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم. مسألة: وإذا أجر عليه لم يجز تصرفه في ماله. ما يترتب على الحجر ترتب عليه أحكام، يترتب على الحجر أحكام. أولا أنه يمنع من التصرف في ماله، ويعلن هذا للناس، يعلن الحاكم أو المحكمة تعلن للناس ألا يتعاملوا مع فلان. هذا الحكم الأول. نعم. فإن تصرف في ماله يعني باع شيء من ماله أو اشترى شيئا بثمن مؤجل
أو غير ذلك فإنه يمنع والعقد لا يصح. العقد الذي عقده بعد التصرف لا يصح. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثاني أنه إذا تصرف بعد الحجر عليه بماله فإن تصرفه لا يصح وتبطل العقود التي عقدها مع الناس، لأنه ممنوع منها. أما إذا تصرف في ذمته، ما تصرف في ماله، تصرف في ذمته، فإنه لا يمنع من التصرف في ذمته، ولكن يمنع من المال الذي عنده، ويبقى الديون في ذمته بعد حق الغرماء الموجودين. نعم. سواء بعوض أو بغير عوض، ما يتصرف في ماله لا بعوض كالبيع ولا بغير عوض كالهبة والتبرع والوصية وغير ذلك. نعم. لأنه حجر ثبت بالحكم فمنع تصرفه. لأنه حجر ثبت بالحكم فمنع تصرفه كالحجر للسفاح. لأنه حجر ثبت عليه بحكم الحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفاح. نعم يمنع. نعم. مسألة. ولا يقبل إقراره على ماله بذلك. ولو اعترف، هذا الحكم الثالث. الحكم الثالث أنه لو اعترف بأن هذه السيارة لفلان أو هذا البيت لفلان أنه لا يصح الإقرار على ماله، لأنه متهم في هذا، ولكن المقر له المطالبة بعد ذلك ويكون إقراره في ذمته، يلزمه في ذمته. أما أمواله فلا يصح عليها إقرار، أمواله الموجودة لا يصح عليها إقرار. أو قال هالسيارة تراه لفلان أو هالبيت لفلان أو هالدراهم أمانة عندي لفلان، ولم يثبت، ما فيه إثبات. أما إذا كان فيه إثبات غير الإقرار في بينة في سند فإنه يعمل بالبينة، أما مجرد إقراره لا يعمل به في هذه الحالة. نعم. مسألة. ويتولى الحاكم قضاء دينه. هذا الحكم الرابع، أن الحاكم يتولى بنفسه أو بنائبه قضاء دين هذا، فيبيع ما عنده من العينات والأموال ويسدد ديونه بالحصص. فيكون الحاكم نائبا عنه في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع أموال معاذ بن جبل وسدد لغرمائه. نعم. ويتولى الحاكم قضاء دينه فيبيع ما يمكن بيعه ويقسم بين غرمائه، لأن ذلك هو المقصود بالحجر. يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم بالمحاصة، على قدر ديونهم بالمحاصة. نعم. مسألة. ويدفع لمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من ثمن أو أرش جنايته. الحقوق تختلف، منها حقوق في ذمة المفلس، ومنها حقوق تتعلق بالأعيان، أعيان أموال المفلس. فمثلا إذا كان عبد من عبيده قد جنى جناية على شخص، عبد من عبيده الذي هو من جملة أموال المفلس، كان قد جنى على شخص بجراحة أو غير ذلك، فإن حق المجني عليه مقدم في هذا العبد، مقدم في هذا العبد، ويدفع إليه الأقل من أرش الجناية أو قيمة العبد الأقل منهما. وكذلك من له رهن
من له رهن في هذه الأموال فإنه يسدد له، يبدأ به، لأن الرهن توثيق بالعين، فهو أحق من الدين الذي لا رهن به. قدم أصحاب الرهون على غيرهم من أصحاب الديون المرسلة التي ليس فيها رهون. نعم. وإن بقي شيء من العين التي تعلق بها حق الغير رد على الغرم، على بقية الغرماء. نعم. ثم لمن له رهن فيدفع إليه أقل من أمرين، من دينه أو ثمن رهنه، لأن ذلك مقدم على حق الغرماء. نعم. لأن حقه تعين في الرهن، وإن بقي منه بقية ردها إلى الغرماء. نعم. وله أسوة الغرماء في بقية يعني صاحب الرهن. إذا بقي من دين صاحب الرهن شيء فيحاص الغرماء في البقية بعد ما يأخذ الرهن، وبقي له دين على المدين على المفلس، فإنه يحاص في البقية. ما يقال له أنت أخذت الرهن وخلاص، هو غريم من جملة الغرماء. نعم. لكن الرهن هذا صار آكد من غيره، وإلا هو في البقية كغيره من الغرماء. نعم. وله أسوة الغرماء في بقية دينه يعني صاحب الرهن إن لم يكن ثمن الله بدينه شارك الغرماء في بقية دينه. مسألة ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه فهو أحق به. هذه الحكم الخامس، مسألة الظفر، وهي أن من وجد ماله بعينه عند هذا المحجور عليه لم يتغير فإنه يكون أحق به. مثلا إنسان بايع عليه سيارة قبل يحجر عليه، بايع عليه سيارة قبل يحجر عليه، ولما حجر عليه وجدت السيارة بحالها لم تتغير ولم يحدث فيها شيئا على حالها يوم ياخذها من صاحبها، فان صاحب السياره يكون احق بها من الغرماء، يكون احق بها من الغرماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به. اما اذا كان المال تغير، تصرف فيه، عمر في الدار ولا غير فيها جدران ولا السيارة صلحها أو عمل فيها أشياء، فإنه لا يسترجعها صاحبها لأنها تغيرت، ما صار بعينه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد متاعه بعينه، وما إذا غير فيها ما وجدها بعينها، بل دخل فيها مال للمدين صلح فيها وكسر عليها، فلا يكون كغيره من الغرماء في هذه الحالة. نعم. فيما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. نعم. متفق عليه. ولا يكون أحق به إلا بشروط. ولا يكون أحق به إلا بشروط. نعم. أحدها أن تكون بحالها سالمة، لم يتلف بعضها، فإن تلف بعضها أو باعه المفلس أو وغمه فله أسوة الغرماء. لأنه إذا تغير شيء من عينها، إما بتلف أو بتصرف من المشتري لم يجدها بعينها، بل وجدها بغير عينها، فلا يتحقق الشرط الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون أسوة الغرامة. أو باعها، صار المدين قد باعها أو وهبها أو أعطاها لأحد، فلا يمكن لصاحبها أن يسترجعها. لماذا؟ لأنها تعلق بها حق الغير، تعلق بها حق الغير الموهوب له أو المبيعة عليه أو ما أشبه ذلك، تعلق بها حق الغير بتصرف صحيح،
قبل أن يحجر عليه، صرف فيها قبل أن يحجر عليه، ولكن صاحبها ما بعد قبضها، إذا كان مسألة شراء أو وقفها، وقفها يعني حبسها، خرجت عن ملكه، إذا حبسها الوقف يخرج عن ملك الإنسان، فلم يجدها، إذن لم يجدها صاحبها، بل خرجت عن ملك المدين بالوقف، فلا يمكن نعم أن يسترجعها. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك متاعه بعينه فهو أحق به، والذي اختلف بعضه لم يوجد بعينه. الشرط الثاني أن لا يزيد زيادة متصلة. الشرط الثاني أن لا تزيد العين زيادة متصلة، مثلا شرى من دابة وسمنت دابة، أنفق عليها حتى سمنت، أو تعلم عبد وتعلم صار صاحب مهنة، لا شك أن العبد المتعلم تزيد قيمته، صار سواق أو صار كاتب يعرف يكتب أو حاسب تعلم الحساب تزيد قيمته يعني. إذن لم يجده بعينه بل بزيادة، ولا يمكن فصل هذه الزيادة، الزيادة حق للمدين، فلا يمكن ردها على صاحبها إلا بذهاب حق المدين فيها، هذا لا يجوز، فيكون أسوة الغرامة في هذه الحالة. الزيادة المتصلة مثل السمن ومثل تعلم الصنعة. نعم. الشرط الثاني أن لا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم الصنعة. والكبر يعني صغير، عبد صغير أو دابة صغيرة وكبرت، شاريها منه هي صغيرة لا تصلح للركوب ولا، ولكنها كبرت صارت صالحة للركوب والحمل عليها، لا يسترجعها لأنها تغيرت عن وضعها. نعم. لا يوجد ذلك منع الرجوع. نعم. لأنه فسق بسبب الحادث، فمنعته الزيادة المتصلة. نعم. كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول. نعم. فإن وجد ذلك منع الرجوع لأنه فسق بسبب حادث، فمنعته الزيادة المتصلة. نعم. كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول. نعم. إذا خطب امرأة وعقد عليها ودفع لها المهر، دفع لها المهر شيء معين، يعني المهر شيء معين، وطلقها قبل الدخول، فإنه يرجع بنصف المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يرجع بنصف المهر. لكن لو فرضنا أن هذه المرأة لما قبضت هذا المهر عملت فيه شيئا، أصلحت فيه شيئا، غيرته عن أصله، فإنه لا يرجع بهذه الزيادة، الزيادة تكون لصاحبة العمل. نعم. وعنه أن الزيادة لا تمنع الرجوع للقضاء. وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية ثانية أن الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع، لعموم قوله من وجد ماله بعينه، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم بعينه يدل على الرواية الأولى أنها هي الصحيحة، لأنه إذا زادت لم يجدها بعينها وإنما وجدها مع زيادة فيها. نعم. وعنه أن الزيادة لا تمنع الرجوع للخبر، ولأنه فسق فلم تمنعه الزيادة كالرجع للعين، فأما الزيادة المتصلة. ها المنفصلة. أما الزيادة المنفصلة فلا تمنع الرجوع. الزيادة المنفصلة مثل الدابة ولدت، الدابة ولدت والشجرة أثمرت، نخلة مثلا أثمرت أو ما أشبه ذلك، هذه ما تمنع الرجوع، ما تمنع رجوع صاحب العين بها. نعم. لأن الثمرة، لأن الزيادة المنفصلة تكون
للمدين، وأما الأصل فيرجع إلى صاحبه. الزيادة المنفصلة تكون للمدين لأنها حدثت في ملكه فهي له نماء ملكه، وأما أصلها فيرجع إلى صاحبه بالظفر. ولأن الزيادة المنفصلة لا تغير العين، لا تنقصها بشيء. نعم. وزيادة المنفصلة فلا تمنع الرجوع لأنه يملك الرجوع في العين دونها. الرجوع في العين دونها يعني دون الزيادة، الزيادة تكون للمدين وأما الأصل فيرجع به صاحبه إذا وجده. نعم. والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب لأنها نماء ملكه المنفصل. نعم. فكانت له كما لو ردها بعين. ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان يدل على أن النماء للمشتري بكون الضمان عليه. خراج بالضمان يعني أن المنفق على الشيء يستحق نماءه، المنفق على الشيء يستحق نماءه. فإذا كان عندك دابة لأحد، دابة تحتاج علف تحتاج سقي، وأنت قمت بهذا سقيتها وأعلفتها، لك أن تشرب من لبنها، لك أن تأخذ النماء، ولك أن تركبها بقدر ما تنفق عليها، بقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. وللذي وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. نعم. وقال أبو بكر هي للبائع نص عليه قياس على المتصلة، والفرق ظاهر لأنه متصلة. الرواية الأولى أظهر لأن المنفصلة صارت عينا ثانية فهي للمدين لأنها حدثت في ملكه، أما العين الأصلية فترجع إلى صاحبها، خلاف المتصلة فإن المتصلة لا تكون عينا ثانية، الزيادة لا تكون عينا ثانية، بل هي زيادة مرتبطة بالأصل لا يمكن فصلها عنها ولا فكها منها، ترجع مع أصلها. ففيه فرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة، فرق في الحقيقة وفرق في الحكم. نعم. والفرق ظاهر لأن المتصلة تتبع في الفسوق دون المنفصلة. نعم. الشرط الثالث أن لا يكون البائع أخذ من ثمنها شيئا. الشرط الثالث لرجوع صاحب العين بها أو لاستحقاقه للرجوع أن لا يكون قبض شيئا من ثمنها، كل ثمنها دين في ذمة المفلس، فإن كان قبض شيئا من ثمنها يعني قبض بعض الأقساط من ثمنها لم يستحق الرجوع بها، لم يستحق الرجوع بها، لأن بعضها صار ملكا للمدين بتسليم القسط الذي عليه من ثمنها. نعم. فلا يكون البائع أخذ من ثمنها شيئا فإن قرر بعضه فلا رجوع له، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل باع سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. هذا كالحديث الأول الذي في الصحيح، إلا أنه فيه زيادة أنه إذا قبض من ثمنها شيئا فإنه لا يستحق الرجوع، فيكون هذا مخصصا للحديث الأول. نعم. ولأن الرجوع في الباقي تبعير الصفقة على المفلس فلم يجز كما لو لم يقبض شيئا، لأن صارت مبعضة، بعضها ملك للبائع وبعضها ملك للمشتري،
تبعيض الصفقة يحصل فيه تفريق الصفقة يحصل فيه ضرر على المدين. نعم شيخ. نعم الزيادة يا شيخ المنفصلة بالدابة لا نقول أنها للبائع لأن الدابة تغيرت فسنت في هذا الوقت. لا ما يضرها هذه زيادة منفصلة الولد يكون للمدين للمفلس لأنها عين أخرى حدثت في ملك المفلس فتكون له بدليل أنها لو تلفت صار ضمانها عليه فيكون نماؤها له قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. نعم ولا يعتبر الكبر يا شيخ لا كبر هذا لا بد منه هذا ما هم من تصرف المدين ما يعتبر ما يمنع الكبر ما يمنع. نعم إذا وجد عين المال الغريم لكن ما أراد عين المال أراد قيمة اللي باعه لا ما يصلح قال مالك إلا عين المال تأخذه ولا مالك غير رسول صلى الله عليه وسلم جعل له الرجوع بالعين فإن قبل وإلا ما ماله غير. نعم الشرط الرابع المال يتعلق بها حقه غير حق لا يتعلق بها حق غير حق المفلس فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره أن يرجع. هذا سبق في أول الكلام. نعم لأنه تعلق بها حق غيره أشبه ماله بعد أقها. الشرط الخامس أن يكون المفلس حيا. الشرط الخامس أن يكون المفلس حيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وجد متاعه عند رجل قد أفلس يعني لازم يكون حي موجود أما إذا مات فإنه لا يرجع صاحب العين بها وإنما يكون أسوة الغرماء في التركة يقول هذه سيارتي ولا زاد فيها شيء ولا نقص منها شيء نقول لا لكن تخلف شرط وهو أن المدين مات أنت لم تجد المدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وجد متاعه عند رجل الرجل راح ما هو موجود الآن ليس لك ميزة على بقية الغرماء. نعم الشرط الخامس أن يكون المفلس حيا فإن مات فله أسوة الغرماء رواه أبو داود. نعم النقص الذي بسبب تصرف أي نعم إذا أكل منها شيء أو أخذ منها شيء يمنع من الرجوع لأن صاحبها لم يجدها بعينها بل وجد بعض عينها. نعم ولأن الملك انتقل عن المفلس فأشبه ماله باعه لأن الملك انتقل بالموت لأن مال الإنسان ينتقل بموته إلى غيره فلا يمكن إلحاقه بالحي. نعم مسألة فيحصل الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم يعني بعد ما يرجع صاحب العين للشروط السابقة باقي الأموال يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم إن كان النقود يوزع وإن كان أعيانا وسلعا فإنها تباع وتوزع قيمتها على قدر ديون الغرماء كل يأخذ بحصته وهذا ما يسمى بالمحاصة كل يأخذ على قدر حصته بمعنى أنه تجمع الديون وينسب دين كل واحد إلى المجموع ويؤخذ له من التركة بقدر حصته مثل العول في مسألة الفرائض سواء. نعم ويقصر الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم لأن ذلك هو المقصود ببيع متاعه وهو المقصود من الحجر عليه. نعم مسألة وينفق على المفلس وعلى من تلزمه معونته من مال إلى أن يفرغ من القسمة هذا هو الحكم السادس من أحكام الحجر على المفلس أنه ينفق عليه وعلى من تلزمه معونته من ماله هذا شيء ضروري يترك له سكن
يترك له مركوب يركبه، ويترك له قوت له ولأولاده يأكلونه وبيت يسكنون فيه، يعني هذه أشياء ضرورية. ما هو معنى الحجر عليه أنه يصادر كل شيء ولا يعطى ولا ينفق عليه ولا، لأنه يضيع لو عمل هذا يضيع يهلك يحصل الضرر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فيعطى ما قدر ما يقوم بكفايته هو ومن يمون كأولاده. نعم، من صادر أمواله نتركه بدون نفقة وبدون مسكن وبدون شيء يركبه، أنه يهلك بهذه الطريقة. نعم. وذلك أنه إذا حجر عليه فإن كان لا كسب يفي بنفقته ونفقة من تلزمه نفقته فنفقته في كسبه، إلا إذا كان يقتدر على الكسب، إذا كان يقتدر على الكسب والفرصة موجودة، الأعمال موجودة فإنه يقال له اكتسب وأنفق على نفسك ولا يعطى من ماله شيئا، بل هو للغرماء. أما إذا كان إنه ما يقدر على الكسب أو يقدر على الكسب لكن هناك فرص عمل، ما فيه فرص عمل، فهذا ينفق عليه من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم. فنفقته في كسبه لأنه لا حاجة إلى إخراج ماله وهو يكسب ما ينفقه، ولأنه مستغن بكسبه عن ماله فلم يجز أخذ ماله. الغني قد يكون غنيا بالفعل عنده ما يكفيه، وقد يكون غنيا بالقوة وما عنده شيء لكن عنده قدرة على الكسب والكسب موجود، هذا غني بالقوة، يسمى الغني بالقوة، يعني عنده استعداد لو اشتغل حصل. نعم. ولأنه مستغن بكسبه عن ماله فلم يجز أخذ ماله كما لم يجز أخذ زيادة عن النفقة. ما يعطى إذا يعني قلنا له النفقة ويعطى ما يعطى نفقة الأغنياء ويرفه، يعطى سيارة ضخمة ويعطى قصر يسكن فيه ويعطى قوت الأغنياء يشرى له لحوم ودجاج وفواكه، لا، يعطى قدر كفاية الفقراء فقط، لأن لو وسعنا له في الأمور هذه أضرنا بالغرماء، ولو منعناه ولا أعطيناه شيء أبد أضررنا به هو، لا بد من الاعتدال، يعطى قدر نفقة الفقير التي تليق به ومسكن الفقير ومركب الفقير الذي يليق به ولا يزاد على هذا. نعم. وإن كان كسبه دون نفقته كملناها من ماله، إذا قال نعم أنا أقدر أكتسب ولكن كسبي ما يكفيني، أنا أحصل باليوم 5 ريال وأنا أحتاج إلى نفقة 20 ريال لأن يعني عندي عيال، نقول يوفى له قدر النقص، ما زاد عن الكسب وهو محتاج إليه ومضطر إليه يوفى له. نعم. وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه من ماله في مدة الحجر. نعم، إذا كان ما يقدر يكتسب، مريض ولا كبير السن لا أشبه ذلك من الموانع، أو ما فيه فرص للعمل ما فيه أعمال، فهذا ينفق عليه من ماله لأنه عاجز عن الكسب. نعم. نفقة مثله لابد، هذا قلنا يعطى نفقة مثله من الفقراء. نعم. الفقراء كان قبل لا من الفقراء، أنه أصبح فقير الآن، قبل إفلاسه هو غني، يمكن نازل بقصور ونازل عنده أموال، عنده يعني سيارات فخمة، هذه تؤخذ كلها، يؤخذ الزايد عنه، يحول من قصر إلى سكن فقير، ويحول من سيارة فخمة إلى سيارة تليق به مثله، والباقي كل الغرماء. نعم. وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه من ماله في مدة الحجر وإن طالت. نعم. لأن ملكه قبل قسمة باب
وقد قال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فدل على أن البداءة بنفسه وبمن يعول مقدم على الغرماء، لأن هذا ضرورة. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ومعلوم أن في من يعوله من تجب عليه نفقته وتكون دينا عليه، وهي الزوجة. فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة فكذلك على حق الغرماء. نعم. ولأن الحج آتى بحرمة من المجد، لأنه مضمون بالإثبات. نعم. وتقدير تجهيز المجد ومقلته على دينه متفق عليه. على وتقدير تجهيز المجد ومقلته على دينه متفق عليه، فنفقته أولى. إذا كان الميت، لو مات إنسان، إذا مات إنسان فالحقوق المتعلقة بعين التركة منها تجهيز الميت من تغسيل وتكفين وحفر قبر، إذا كان الحفر بالأجرة، هذا يؤخذ من تركته يقدم على الغرماء وعلى الورثة. فإذا كان الميت كذلك فالحي من باب أولى أن يعطى نفقته من ماله المحجور عليه فيه. نعم، هذا معنى القياس. نعم. وتقدم أيضا نفقة من تلزمه نفقته من أقاربه مثل الوالدين والمولودين وغيرهم. من تلزمه مؤونته، نفقته ونفقة من تلزمه مؤونته، لأن هذا حق شرعي، حق عليه شرعي، فيؤخذ له من ماله مقدما على حقوق الغرماء، لأن هذه ضرورة. نعم. لأن لو منعنا هذا الحق تضرر صاحب الدين، صاحب المال، أو تضرر مثلا أولاده أو زوجته أو والده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. نعم. وتقدم أيضا نفقته من تلزمه نفقته من أقاربه مثل الوالدين والمولودين وغيرهم ممن تجب نفقتهم، لأنهم يجرون مجرى نفسه. نعم. لأنهم يعتقون عليه إذا ملكهم، كما يعتقون إذا ملك نفسه، فيما إذا كان مكاتبا فعتق وهم في ملكه. لا. المهم أن نفقتهم ثابتة بالكتاب والسنة، نفقة الأقارب ثابتة بالكتاب والسنة، فهي مثل نفقته هو، تقدم في أمواله على حقوق الغرماء. نعم. وتقدم نفقة زوجته، لأن نفقتها آكد من نفقة الأقارب، لأنها تجب على طريق المعاوضة، وفيها معنى الإحياء كما في الأقارب. ترتيب النفقة الواجبة هي كما يلي: أولا النفقة على نفسه يبدأ بها، قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. ثانيا نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين والأولاد، لأنها معاوضة، لأنه تزوجها على أن ينفق عليها، هي معاوضة. أما نفقة الوالدين والأولاد ليست معاوضة، وما كان بمعاوضة فهو مقدم على ما ليس بمعاوضة. ثالثا ينفق على أولاده ثم على والديه وهكذا، ثم على أقاربه، بقية أقاربه بالترتيب إذا ضاق المال. أما إذا كان المال متسعا فالأمر سهل. نعم. نفقة الأقارب حسب الإرث. نعم. يجب عليه من النفقة بقدر ما يستحق من الإرث. نعم. لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك.
فأوجب نفقة القريب على الوارث، فدل على أنه مقدر بالإرث. نعم. أن يحرموا أمائه أن يخلفوا، وذلك أن المخلص بالدعوة خير. نعم. إذا صار له دعوة، إذا صار له دعوة في ملك، إما دابة وإما بيت، المفلس له دعوة في ملك، إما دابة وإما بيت وإما بستان أو غير ذلك، فله أن يطالب بها، يجب عليه أن يطالب بها ولا يتركها، يجب عليه أن يطالب بها ليحصلها، لأنها من جملة حقوق الغرماء ولا يضيعها عليهم. إذا كان عنده بينه من شاهدين، أو عنده شاهد ويمين المدعي، لأن البينة إما أن تكون شهادة رجلين مثلا، أو شهادة رجل واحد ويمين المدعي، لكن لا يلزم بأن يحلف، إذا ما كان عنده إلا شاهد واحد فله أن يحلف وله أن لا يحلف. ما الغرماء يلزمونه يحلف، يقول نحلف علشان تحصل لنا هالمال، ما يلزمه يحلف، لأنه يتورع عن اليمين، له أن يتورع عن اليمين. إذا ترك الحلف من باب الخوف من الله والتورع فإنه لا يلزم بأنه يحلف، إن شاء حلف وإن شاء لم يحلف. نعم. فإذا ادعى حقا له به شاهد وعدل وحالك ما شاهدت تلك المال وتعلمت به حقوق الغرماء، هذا هو. إذا كان ما عنده إلا شاهد واحد فإنه يستحق بهذا الشاهد مع اليمين، مع يمين المدعي، لكن ما يلزم الحلف، إن شاء حلف وإن شاء لم يحلف، ولا يلزمون الغرماء أنه يحلف، لأن الحلف ثقيل وفي خطورة وفي خوف، فإن حلف باختياره وإلا ما يلزم على هذا. نعم. وإن امتنع لم يجبر، لأنه قد لا يعلم صدق الشاهد وقد يعلم كذبا. نعم. ولا يملك الغرماء أن يحلفوا مع الشاهد، لأنهم يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق حقوقهم به. اليمين على المدعي، ما يحلفون الغرماء لأنهم ليسوا مدعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. وفي حديث آخر اليمين وشاهد ويمين المدعي، شاهد ويمين المدعي. فهذا متعلق بالمدعي خاصة، أما الغرماء فلو حلفوا ما يعمل بأيمانهم. نعم. ولا يملك الغرماء أن يحلفوا مع الشارب، لأنهم يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته، فلم يجوز. لأنهم ليسوا مدعين، وإنما اليمين على المدعي في هذه المسألة. نعم. كما لم يجز لزوجته أن تحلف لإثبات ملك لزوجها لتتعلق نفقتها به. تحلف علشان أن يثبت الملك لزوجها علشان يصير له نفقة، ما يعمل بيمينها فيها، لأنها صارت متهمة، صارت تحلف من أجل حصول طمع. والغرماء كذلك يحلفون من أجل حصول شيء من ديونهم، هذا ما يصلح في الأيمان. نعم. وغرق الورثة لأنهم يثبتون ملكا لأنفسهم إذا حلفوا بعد موت مورثهم. الورثة إذا كان لميتهم دعوة ولم يجدوا إلا شاهدا واحدا لهم أن يحلفوا، لأنهم يثبتون ملكا لهم، بخلاف الغرماء إذا حلفوا فإنهم يثبتون ملكا لغيرهم وهو المدين، فيه فرق بين هذا وهذا. نعم. باب الحوالة والضمان. يكفي. طبعا إلى
مسافه قطر اذا وجدت متاعها بعينه، ولكن في زياده طفيفه او نقص طفيف، هل يغفر عنه؟ اللي ما له قيمه يغتفر، اللي ما له قيمه يغتفر. نعم. مرتب العرض؟ اي ما له قيمه، شيء ما له قيمه، زياده ما لها قيمه، او نقص يسير ما يضر العين، هذا ما لها تاثير. كلام في النقص والزياده التي لها تاثير. نعم. ولو تغيرت قيمته، ما دام انه لم يتغير، تغير القيمه هذا عرضه دائما، ولو في المده القصيره يمكن تغير، ولو في يوم نقص القيمه وزيادتها ما يؤثر، ما يمنع. نعم. ما يرجع على مثلث الارش؟ لا لا، ما له الا هالعين هذه باللي تسوى، لو ما تسوى الا ريال. نعم. قدم الرهون والأروش على المتاع، من المتاع نص. نعم. أقول الأروش والرهون قدمت على المتاع عن المتاع نص. وهذه فيها نصوص، الأروش والرهون فيها نصوص. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقه الله، إذا وجد مالا عند المفلس قد تغير إلى الأحسن، هل يجوز أن يدفع الفرق ويأخذها؟ أو إلى الأسوأ، هل يجوز أن يزاد على قيمتها؟ لا أبدا، ما يصلح أنه يأخذ الأرش أو يدفع زيادة، يأخذها بعينها بدون أنه يأخذ أو يرد شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأنه إذا دفع شيء أو أخذ شيء صار معاوضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال المؤلف رحمه الله: وإن كان ماله لا يأتي بدينه كله، فسأله الغرماء الحذر عليه لزمه إجابتهم. والسؤال هو أن المؤلف قد قال قبل ذلك: وإن كان الدين حالا على معسر وجب إحضاره، فكيف الجمع بين ذلك؟ هذا ما هو معسر، هذا مفلس. المفلس غير المعسر، المفلس عنده شيء لكنه أنقص من ديونه، أما المعسر فليس عنده شيء أصلا، ما عنده شيء. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، وكذلك قال المؤلف: فإن كان لا كسب يكفي بنفقته ونفقته من تلزمه ونفقته فنفقته في كسبه، لأنه لا حاجة إلى إخراج ماله، وهو يكسب ما ينفقه، ولأنه مستغن بكسبه عن ماله، ولم يجد أخذ ماله كما لم يجد أخذ زيادة عن نفقه. السؤال: ما هو مراد المؤلف بقوله لا حاجة إلى إخراج ماله، وبقوله لم يجوز أخذ ماله كما لم يجوز أخذ زيادة عن نفقة؟ لا يجوز إخراج ماله، يعني نفقة عليه، لا يجوز إخراج ماله نفقة عليه، إخراجه من حقوق الغرماء، يعني من أجل النفقة عليه، لأن له كسب يكفيه. وكذلك نعم بقية الصور: لم يجز أخذ ماله، يعني يأخذ شيء من ماله لأجل النفقة عليه، لأنه يجد ما يكفيه من الكسب، وفي أخذ ماله في هذه الحالة إضرار بالغرماء. نعم. من غير حاجة، إضرار بالغرماء من غير حاجة. نعم. كذلك قول مالك رحمه الله: وكذلك أخذ الزيادة على نفقته، نفقة فقير، إذا أنفق عليه نفقة غني صار في ذلك زيادة، ظلم للغرماء، الزيادة على نفقة الفقير ظلم للغرماء، أخذ بغير حق، يفوت عليهم ديونه. نعم. كذلك قول المالك رحمه الله: لأنهم يعتقون عليه إذا ملكهم كما يعتقون إذا ملك نفسه، فيما إذا كان مكاتبا فعتق وهو في ملكه. السؤال: هل المكاتب يملك أو هو ماله لسيده؟ هو ماله لسيده، لكنه يملك ملكا مراعى، ولسيده ما في شك. نعم.
ويعتقون عليه. لو إنسان ورث والده مثلا، والده رقيق عند شخص من أقاربه ثم توفي هذا القريب، وآل الملك إلى هذا الوارث، وفيه في أملاكه هذا العبد الذي هو والد للوارث، يعتق عليه، لأنه لا يجوز للولد أن يملك والده، لا يجوز، يعتق عليه. بل من العلماء من يقول كل قريب له فإنه يعتق عليه بالملك، إذا ملكه عتق عليه، لا يمكن أنه يملك أخاه أو أباه أو ابن عمه أو نعم إذا كان وارثا. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول المؤلف رحمه الله أسوة الغرماء؟ وما معنى أسوة الغرماء؟ يعني أنه مثل الغرماء، يكون مثل الغرماء، يساوى بهم في الاستحقاق، هذا معنى أسوة الغرماء، يعني مثل الغرماء يساوى بهم في الاستحقاق. نعم. وما معنى العرش؟ العرش هو عوض النقص، العرش عوض النقص. مثلا لو أحدث في هذه السلعة عيبا بجنايته، جنى عليها وحدث فيها عيب ينقص القيمة، ينقص القيمة، فإنه يدفع هذا النقص. مثلا تعدى على مال شخص فأحدث فيه عيبا ينقص من قيمته، فإن على الجاني أن يدفع هذا النقص، هذا العرش، هذا النقص يسمى العرش. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم إعادة شرح قول المؤلف ويبدأ بمن له عرش جناية في قضيته فيدفع إلى المجني عليه أقل ثمرين، فيدفع إلى المجني عليه أقل ثمرين من ثمنه أو عرش جنايته، ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل ثمرين من دينه أو ثمن رهنه. نعم، هذا واضح وشرحنا، قلنا إذا كان عبد جنى من مماليك، عبد من مماليك المفلس جنى جناية توجب مالا، فإن صاحب الجناية المجني عليه يعني مقدم على الغرماء ويعطى الأقل من أرش جنايته أو قيمة الجاني. فرضنا إن أرش الجناية 100 ريال، 100 ريال، لكن هذا العبد لو بيع ما يجيب إلا 70 ريال، يدفع له 70 ريال، يدفع له 70 ريال فقط. أو العكس، فرضنا إن قيمة العبد 100 ريال وأرش الجناية 70 ريال، يدفع لها أرش الجناية 70 فقط، يدفع لها الأقل، يدفع له الأقل. نعم. وكذلك في الرهن، إذا كان الرهن يساوي مثلا 100 ريال ولكن دينه 70 ريال، يعطى دينه فقط والزيادة ترجع للمالك. أو بالعكس، الدين 70، الدين 100 والرهن ما يساوي إلا 70، ما له إلا 70، قيمة الرهن فقط. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجو على معاذ رضي الله عنه، سبب الديون ومطالبة الغرماء. طالب الغرماء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر على معاذ من أجل حقوقهم، فحجر عليه وباع أملاكه وسدد للغرماء. السبب هو الإفلاس الذي حصل على معاذ ومطالبة الغرماء بحقوقهم، وبعثه بعد ذلك إلى اليمن بعدما هذه الحادثة وهذه القضية، بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما ومفتيا، وبقي في اليمن إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عاد وذهب إلى الشام قاضيا ومعلما ومفتيا، وتوفي في الشام رضي الله عنه في طاعون عمواس المشهور. نعم.
كانوا في الجاهلية إذا ما استطاع المدين يسدد يملكونه، يأخذون رقيق، يأخذون المدين رقيقا. فالإسلام أبطل هذا، ولما طالب غرماء معاذ أن يدفعه إليهم رقيقا كما كان في الجاهلية أبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس لكم عليه إلا هذا، لأن هذا حكم جاهلي، كون الدائن يملك المدين إذا عجز عن السداد هذا من أحكام الجاهلية. نعم. وقال يا شيخ رحمه الله إذا كان مال الإنسان من حرام، نعم، إذا كان مال الإنسان من حرام ثم تاب إلى الله عز وجل فهل يبقي من المال ما يكفيه وولده من مسكن ونفقة قياسا على المفلس أم لا؟ إذا كان مال الإنسان من حرام كالربا مثلاً وتاب إلى الله، تاب إلى الله، فإنه يجب عليه أن يخرج هذا المال ويضع في المشاريع العامة التي يعود نفعها للجميع ويتخلص منه، أو يعطيه لفقراء محتاجين، أو يتبرع به للإغاثة أو ما أشبه ذلك. المهم أن ما يبقي هذا المال الحرام في ملكه، هذا من مقتضى التوبة. وإن كان فقيراً هو أو أولاده فله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه يعني يصبح محتاج فيأخذ من هذا المال قدر حاجته للضرورة، والباقي يخرجه ويتصدق به. نعم. وإن كان حال اكتسابه لهذه الأموال المحرمة جاهلاً بالحكم ما درى أنها حرام، بعدين تبين له أنها حرام، تبين له أنها حرام، فهل يتصدق بها كما سبق أو أنه يعذر بالجهل؟ من العلماء من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، أخذاً من قوله تعالى وما فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فله ما سلف. قالوا هذا يدل على أن ما أخذه بجهل أنه يعفى عنه والتوبة تكفي. ومنهم من قال لا، ما دام أنه حرام فهو يخرج عن ملكه، إلا إذا كان مضطرا هو إلى أخذ شيء منه فإنه يأخذ بقدر حاجته، وما زاد فإنه يخرجه عن ملكه، لأنه كسب حرام وعرف أن الحرام تخلص منه، وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم. لأن قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف هذا قبل نزول الوحي، لكن بعد نزول الوحي يختلف الأمر عما كان قبل نزول الوحي والتشريع. حتى وإن كان جاهلاً بعد نزول الوحي والتشريع لا يعذر بالجهل وقال له ما كسبت فهو لك، لأنه مفرط، كان الواجب عليه أنه سأل وأنه بحث وأنها تعرف على الحكم صار مقصر. أما في الجاهلية ما في حكم، معذورون لأن ما في أحكام شرعية، لذلك عذروا. نعم. فمن جاء وموعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني في حال الجاهلية لا في حال الإسلام. نعم. وفضيلة الشيخ وفقه الله، أقرضت رجلا مبلغا قدره 4000 ريال سعودي
دونه بكفاله ولا شهود. ثم اكثر هذا الدين كم؟ 4000 رياس سعودي. إيه؟ دون توفيق بكتابة ولا شهود. ثم أنكر هذا الدين. فهل لي أن أرفع أمري للقضاء مع عدم وجود البينة؟ وهل يطالب هو باليمين إذا تعذرت البينة مني؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم لك المطالبة. لك المطالبة ورفع أمره إلى القضاء. وإما أن تثبت ببينة وإما أن يحلف. هو لقوله صلى الله عليه وسلم البين على المدعي واليمين على من أنكر. لك عليه اليمين. لك عليه اليمين تطلبها من القاضي والقاضي يحلفه. وإن نكل أبى أن يحلف قضى عليه النكول. نعم. ورأيت شيخ رحمكم الله اقترض مني شخص مبلغ من المال. اقترض مني شخص مبلغ من المال لحاجة وهو قريب لي. وهذا الشخص يعمل في بنك ربوي وليس له دخل إلا من هذا البنك. هل يجوز أن آخذ مالي كراتبه الذي يأخذه من البنك؟ خذ مالك، مالك خذ، أن دافع إليه مال استرجع مالك، ولا عليك من كسبه، لأنك تسترجع مالك وحقك الذي عليه. وأما إثم كسبه فهو عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، كان يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء مع أنهم يتعاملون بالربا. المعاملة معه غير مثلا أخذها بدون معاملة. أخذه بدون معاملة وأن تعرف أن الحرام ما يجوز. أما أخذه بمعاملة بيع وشراء أو إجارة أنت ما عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم يتعاملون بالربا لأن إثمهم عليهم، وأنت ما تعاملت معهم بحرام إنما تعاملت معهم بحلال. نعم نعم. يقترض من المرابي؟ لا لا، لأن هذا اختياري. لا لا يقترض منه، يروح يقترض من غيره ولا يدور حيلة غير هذا. نعم نعم. وفضيلة الشيخ رحمكم الله، إذا كان مدين وطالب بمبلغ كبير جدا لا يستطيع سداده مهما عمل وقدم، فكيف تسدد الديون؟ يسدد من الموجود والباقي يبقى في ذمته، ينظر الباقي ينظر به. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالمعسر إذا سدد من ماله الموجود وبقي عليه ديون فإنه ينظر بها إلى ميسرة ويفك الحجر عنه. يفك الحجر عنه. نعم. استأجرت سجلا تجاريا من أحد الأشخاص لقضاء بعض المصالح التجارية مقابل نسبة مئوية متفق عليها من الربح فقط، فما توجيه فضيلتكم؟ إيش؟ استأجرت سجلا تجاريا من أحد الأشخاص لقضاء بعض المصالح التجارية مقابل نسبة مئوية متفق عليها من الربح فقط. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز، والنظام يمنع من هذا فيما أعلم. لا يجوز هذا. السجل التجاري إنما أعطيت إياه على أن عندك محل وعندك تجارة، أما أن تؤجره لآخرين أو تبيعه على آخرين أو تمنحه لآخرين على أنه باسمك وهم اللي يشتغلون يعطونك نسبة وكأن المحل لك، هذا باطل ولا يجوز. وإن كان كثير من الناس يعمل هذا، هذا من الحيل الباطلة ومن مخالفة نظام ولي الأمر، معصية لولي الأمر وإخلال بمصالح المجتمع. لا يجوز هذا العمل. مسألة تأجير العنوان التجاري أو بيعه أو منحه لأناس يشتغلون باسمك كأن المحل لك وهو لهم يدفعون لك نسبة، هذا كله لا يجوز وباطل وحرام، لأنه احتيال وكذب، ولأن فيه معصية لولي الأمر وإخلال بمصالح المجتمع.
نعم. يا شيخ. نعم. موظف يا شيخ إذا فتح محل اسم ابنه أو زوجه. ما يصلح، ما يجوز هذا. ولا يكفيه الدخل. إيه يخلي الوظيفة، لا صار ما تكفيه يخلي الوظيفة يروح يشتغل. أما كونه يأخذ وظيفة ويفتح محل بالكذب وهو ممنوع من هذا، هذا ما يجوز. إن كان يصلح لك الوظيفة وتكفيك يشتغل فيها، ولا تركها وراح يشتغل حر حتى تجد ما يكفيك. أما الكذب ما يجوز والاحتيال. نعم. ها؟ ولو كان ولدها أو زوجته أو أي أحد، هذا كذب. لا، ما هم له يأخذ من كسب ولده، ما هو له أنه يكذب ويحط ولده بمنزلته. إن أولادكم من كسبكم، بمعنى أنه يجوز لك تأخذ من كسب ولك ومن مال ولك، يجوز هذا. أما أنك تحتال وتجعل ولك كأنه أنت يشتغل باسمك، لا. نعم. نعم. ممنوع، ممنوع أنه يشتغل بالتجارة. كذب، هذا كذب، هذا نفس الكذب. يعني الشغل باسم الشخص الآخر وهو شريك له، ولا بيّن أنه شريك، لأنه لو بيّن بيمنع من هذا، ما يجوز هذا. أي عمال؟ عمال اللي هو، ها؟ عمال اللي هو، وقال اشتغلوا بالنصف ويكفي عن الراتب، يعني ما لهم إلا نصف الحاصل. بس الدولة تمنع من أن الأجنبي يتاجر في البلد، تمنع. أي نعم، ما يجوز، تمنع أن الأجنبي يتاجر في البلد، هذا ممنوع. نعم. والله الحديث هذا اشتهر الآن وصار على يسأل عنه كثيرا، لكن الحقيقة أنني لم أطلع على سنده ومرتبته. هو وارد على كل حال، لكن الحكم عليه هذا يحتاج إلى مراجعة. إن كنت سمعت من بعض الإخوان في نور على الدرب، سمعت أنه ضعف هذا الحديث، يحتاج إلى مراجعة الحقيقة. نعم. وقال الشيخ رحمه الله: نعم. ورد حديث أن على كل سلامة من الناس صدقة، إلى أن قال: ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. نعم، يجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. نعم، ولا نسميها ركعتي الإشراق، من الضحى، سواء عند ارتفاع الشمس أو في وسط الضحى، أو ما نسميه، يعني ما نحددها. نعم. وقال الشيخ حضرة الله: إذا ركع الإمام ولم يرفع صوته بالتكبير، ثم أعاد التكبير ليسمعه المأمومين، كرره، يعني إذا كان ما سمعوه لا مانع، كرر لأجل يسمعه. نعم. ها؟ يستحب السجود للسهو، لأن هذه زيادة من جنس الصلاة، يستحب أنه يسجد للسهو. نعم. وإذا أخبر المصلي أو سمع الله لمن حمده. نعم. وإذا أخبر المصلي أو سمع الله لمن حمده حتى يقف، أي أنه قالها بعدما وقف واعتدل راكعا، فما الحكم؟ إن كان متعمدا فإنه لا يصح منه هذا العمل، لأن محل التسميع في حالة ارتفاعه. أما إذا كان ما هو متعمد لكن جرى عليه من باب النسيان ومن باب الخطأ، يغتفر هذا والحمد لله. أنه كثير من الناس خصوصا الذين ليس عندهم فقه ما يكبرون ولا يسمعون إلا بعد ما يدخلون في الركن الثاني. فلو أننا قلنا أن صلاتكم ما هي صحيحة حصل فطلان صلاة كثير من الناس، وقل من يسلم من هذا. لكن نحن نقول انتبهوا تكبيرات الانتقال في
في حالة الانتقال بين الركنين، لكن لو قدر أنه يغفل وتأخر فلا حرج عليه إن شاء الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. جلسة الاستراحة لا، التكبير بعد جلسة الاستراحة عند من يراها يكبر بعدها لئلا يغر المأمومين، لأنه لو كبر قبلها غر المأمومين وقاموا قبله، فهو يجلس للاستراحة إذا كان محتاجا إليها أو يرى مشروعيتها، ثم إذا قام يكبر. ما يخالف لو تأخر، لأن محله ما بين رفعه من السجود إلى أن يقف، هذا محل التكبير. نعم. فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها مشروعة ومنهم من يرى أنها مباحة للمحتاج. يرجع هذا إلى هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع فتكون سنة، أو فعلها من باب الحاجة لما كبرت سنه صلى الله عليه وسلم وثقل جسمه فتكون من المباحات. الجمهور على أنها مباحة وليست سنة، مباحة لمن احتاج إليها، هذا هو الذي عليه الأكثر. نعم. إذا نامت والثدي في فمه هذا تسبب في وفاته، كن عليها الكفارة، كون عليها الكفارة والدية على العاقلة على عاقلتها، لأنها يعني هذا يعتبر من القتل الخطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإذا كان مات بسبب إرضاعه ونامت وهو يرضع وانخنق بالثدي ومات، أو شرق باللبن ومات بسبب أنها فرطت، يكون عليها مسؤولية، يكون عليها الكفارة، عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، وأما ديته إلى طولب بها فهي على عاقلتها. نعم. حقها من إرث يسقط عليها من الدية؟ ليس لها في الإرث حق، لأن القاتل ولو كان خطأ لا يرث من القتيل، ولو كان قتله خطأ. نعم. من موانع الإرث القتل. نعم. تكون لعصبته، لورثة الجنين إلا القاتلة. نعم. نعم. وقال أريد أن أصلي، فقالت ابنته لم يدخل وقت الصلاة بعد، ثم أغمي عليه جماعة، فهل على ابنته بذلك إثم مع أن الوقت كان قد دخل؟ لا أبدا، ما عليها شيء، ومن كان في سكرات الموت فليس عليه صلاة ولو أفاق، لأن إفاقته ما هي مستقرة، إفاقة غير مستقرة، ولا فليس عليه شيء، والحمد لله. نعم. ما أعرف هذا الحديث ولا مانع أن الهدية ترد. مش المانع أن الهدية ترد، إذا ما رغبت فيها ردها على صاحبها. نعم. لكن الهدية ما تسترد إذا قبضها المهداة له، فلا يجوز لصاحبها المهدي أن يستردها، قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، لعل اللفظ لا تسترد، ما هي بلا ترد، أما المهدى إليه له أن يردها. النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه بعض حمار وحش ورده على المهدي وقال إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم، يعني فإذا كان هناك ما يستدعي الرد فإنه يردها ويبين العذر في هذا من أجل أن لا يكون في نفسه شيء،
أما إذا كان ما له عذر فالأحسن أنه يقبلها ولا يرد، هذا هو الأحسن. نعم. الشيخ وفقه الله، ما صحة القول عند النظر في المرآة اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي؟ اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، هذا يذكره الفقهاء ولكن لا أعرف يعني مستنده. نعم. وقال الشيخ رحمه الله، هل يجوز أن يصلى خلف الإمام الذي يشتهر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما الفائدة من تربية اللحية في هذا الزمان ولماذا تهتمون بهذه الأمور؟ وذلك كما حصل في بلدي من خطيب مسجدنا في صلاة الجمعة. اللي يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر مرتداً، يعتبر مرتداً عن دين الإسلام، لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من خلفه. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما الذي يقول لماذا تهتمون بهذه الأمور، إن كان قصده أنكم تهتمون بأمور صغيرة وهناك ما هو أهم منها من المحرمات فهذا كلام سيء، لكنه لا يقتضي أنه يرتد. نقول له أخطأت، لأن المنكر ينكر وإن كان صغيرا ينكر، ولو كان هناك منكر أكبر منه المنكر ينكر. قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فيعتبر هذا خطأ من هذا القائل، لكن لا يقتضي ردته. نعم. الشيخ رحمه الله، لا يجوز هذا، المرأة لا تسافر إلا مع محرم، وهو رجل ممن تحرم عليه على التأبيد إما بنسب وإما برضاع، كأخيها أو ابن أخيها أو عمها أو ابن عمها أو أبيها أو جدها أو ابنها أو ابن ابنها، من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح كالرضاع مثلا. قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع يحرم من النسب. أما السائق وزوجته أو جمع من النساء فلا يصح لها أن تسافر معهن. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولو كان فيه جماعة من النساء، ولو كانت بطيارة مليانة من الناس لا يجوز لها، لقول الرسول لا يحل لها. نحن نقول يحل، يصلح هذا. نعم. الشيخ ما حكم تسمية المولود باسم أفنان وهذا الاسم مذكور في القرآن الكريم؟ لا مانع إن شاء الله أن تسمى البنت أفنان أو إيمان أو أي اسم من الأسماء التي ليس فيها شر وليس فيها محذور، كأسماء الشياطين أو أسماء الفراعنة أو ما أشبه ذلك. الأصل في الأسماء الإباحة، إلا الاسم القبيح، الاسم القبيح لا يسمى به. الأصل الإباحة. اللي يقول إن التسمية بأفنان أو بإيمان أو ما أشبه ذلك محرم هذا مخطئ، يحتاج إلى دليل. نعم. وهذا الشيخ فقط مباح بنت ابتلي بأبيها حيث يعمل موظفا لشركة لصناعة نعم مشهور بها، وكان ذلك فصح أباها بأن هذا الأمر غير جائز، ولكنه كان يقول لها هذا رزقنا وليس لنا رزق غيره. ولما رزقت تعلق ببيت أبيها، فما حكم ما تم صرفه عليها طوال فترة ولاية والدها لها؟ وهل عليها إثم في ذلك؟ وما حكم علاقتها بأبيها بعد ذلك؟ هل تأكل عنده أم لها؟ ما أكلته في حال انفاق والدها عليها وهي محتاجة، ليس لها إمكانية، فهي معذورة فيه، معذورة فيه. إذا كان ما لها إمكانية ولا لها أحد ينفق عليها، وهي امرأة ولا لها كسب ولا لها شيء،
فهي معذورة أنها تأكل عند والدها، والمسؤولية عليه، مسؤولية عليه هو. أما علاقتها به بعد أن أغناها الله وهو لا يزال يتعامل بالحرام فإنها تنصحه، تنصحه، فإن امتثل وإلا فإن لها أن تهجره إذا كان الهجر فيه مصلحة يرتدع ويتوب. أما إذا كان ما يرتدع ولا يتوب مع الهجر فحق الوالد باقي، حتى الكافر، الوالد الكافر له حق على ولده. قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما الدنيا معروفة. ولما جاءت والدة أسماء بنت أبي بكر، جاءت وهي كافرة، الوالدة كافرة، طلبت من ابنتها شيئا من المال، فاستفتت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صليها، صلي أمك. وهذا يدخل في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإحسان إلى الوالد وإن كان عاصيا وزيارته ومواصلته هذا أمر واجب، إلا إذا كان في هجره مصلحة لأنه يرتدع إنها تهجره. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.